البقوله تبارك الله وجدت، شوفوا جات رائعه، ما فيها لا ما لا والو، جات ناشفه لحقاش كنفورها. ولا طيبتوها في البرمه ديريكت مع الماء لا ما كتجيش زوينه، كتجي خايبه، كتجي ميه. هذه دابا راه غير بوحدها في الكسكاس مع الفول كما قلت لكم. هنا فورتها، هنا قليتها في العطار، هي الطريقه تبارك الله زوينه فاعله تاركه وما عندوش عليها الحمد لله، زوينه لذات كامل كما قلت لكم، رائعه رائعه يا البنات. وهادشي اللي كاين اخواتاتي العزاز هو هذا، وشكرا بزاف عليكم. لاباس بخير، كصبحتوا هانيين، الامور هانيه، وليداتكم بخير. مرحبا بكم معايا قناتي فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله نقدم معكم البقوله. اليوم هذا العام ان شاء الله الحمد لله طاح الشتاء وجا الربيع، اللهم لك الحمد يا ربي، عادي ندوق البقوله تبارك الله، اللهم بارك. زوينه المصران، زوينه المعده، كتصفي المعده، كتصفي المصران تبارك الله، اللهم صل على النبي. عندي هنا الفول، ها هي غادي ندير الفول. الفول عندي مقطع على جوج غليظ. عندي هنا الزيتون بالعظام، عندي هنا الثومه، عندي هنا حبه مطيشه غادي نقشرهم قرضها رقيقه، عندي هنا الكمون، عندي هنا الملحه. الصلاه على النبي. دابا غادي ندوز نديرها. هذه نهضر لكم على المراحل ديال التنقه ديالها والغساله. نقيتها من داك الربيعه اللي كتكون زائده، داك الصفراء، غسلتها مزيان بالماء حتى الرويلي، درتها في البانيو وكنكب عليها الماء مزيان حتى كتقطع منا الرمله. دابا الشتا طايحه كتكون فيها التراب، غسلتها مزيان وقردتها. كاينه المره اللي ما كتعرفلاش الله يحسن العوان، كاين الانسان اللي ما عمرو كلاها، كنوريكم المرحله ديالها كي كديروا لها. غسلوها وتنقيوها وتقرضوها، كتكون فيها دابا واحد البخوشه ديال الربيع عندكم، دوز ليكم مع البقوله في الكسكاس عندكم، ردوا بالكم منها. هو الشيء اللي كاين اخواتاتي العزاز هو هذا. دابا غادي ندوز نفورها معها واحد القبطه ديال المعدنوس. ها المعدنوس تبارك الله كيجي واعر، كيجي سلامبي رائع مع البقوله. دابا غادي ندوز نفورها، وملي غنفورها غادي ندوز نشرملها ونشاركها مع خوتي حتى الاخر الطريقه ديال البقوله كيف كتجي. موجودة في هذا الشتاء، كتكون تبارك الله موجودة وكتكون زوينة وطرية، واستفدوا منها محادها باقا طرية. وكاين الشتاء تبارك الله وكتكون جديدة وزوينة تبارك الله للداد، وزوينة لأي حاجة صلاة النبي اللهم بارك. درت هاد التفوار وغادي نخليها نص ساعة على ما طيب مزيان تبارك الله وكذوب. درت معاها واحد ليزيبينة وعقبيطة صغيورة، ودرت معاها ربيطة ديال المعدنوس. شاهدوا معي المشاهدين وديروا لي ابوني وشكرا بزاف. راني نسيت ما قلت لكمش الفول، انا الفول راه كنفورو مع البقوله، كنقطعوه على جوج كيكون غليظ وكنفورو. شوفوا المشاهدين دابا راه حطيته في الفرن مع البقوله، ملي كتجي وتقليو البقوله في العطريه كتجي رائعه مع الفول. البقوله طابت، درت لها نص ساعه، ملي ما طابتكمش في نص ساعه زيدوها واحد شويه طبيعي كتبغي طياب. هي تبارك الله طاب. هنا درتها في الكسكاس باش كتقطار من الماء ديالها غير فيه الماء تبارك الله. شاهدوا معايا المشاهدين، درت معاها هاد الفول هذا هو تبارك الله، تفور معاها. دابا غادي ندوز المطيشه. انا درت واحد الحبه مطيشه صغيره، قطعتها صغيره رقيقه، درت هنا واحد سته ديال رز ديال الثومه، انا غادي نحط الثومه باش غادي نديرها طيب مع الكمون والثومه وزيت العود ان شاء الله، باش غادي ندير البقوله ديالي تقلى مزيان. وعندي الزيتون، شاهدوا معايا المشاهدين، نقيتها باش كتجي رقيقة. غادي ندير هنا الكمون، كل معلقة ها هي البقولة كتبغي الكمون، هي مقونة عندي، بغيتو ديروها ما ديروهاش بلاش، كاين اللي كيبغي الحر كاين اللي ما كيبغيش. أنا درت معلقة صغيرة ديال السفلية، ها هي كنبغيو الحر مع البقولة، تجي تبارك الله رائعة. عندي هنا الملحة على قياسي، ما كنبغيش الملاح، ندير الملحة على قياسي غير شوية. هنا دابا غادي ندوز للزيت، عندي زيت العود ها هو، ما كنعبرش، كنكب ديريكت على قياسي عيني ميزاني. البقولة كتبغي الزيت العود، ما كتبغيش الزيت الرومية. دابا غادي ندوز نشعل البوطون نحطو يطيب. الحامض اللي مخلع
ضروري جيبوا يغسلوه من الملح وغسلوه مزيان يتعصر لحقاش الحاجه ديال برا ماشي بحال ديال الدار بعيد. انا دابا كنقطعو على جوج بالموس حاجه ديال الدار الحبايب ديالي المشاهدين ديالي الغزلان ديالي راه ماشي بحال ديال برا. برا كيكون شويه مكرفش شويه الدار صلاه النبي كيكون كلشي مغسول رائع كلشي مغسول معقم. انا دابا كنقسم هذا الزيتون على جوج به غليظ. تبعوا معايا الطريقه الحبايب ديالي وديروا لي المشاهدين ديالي 1000 ابوني راني محتاجه ليها بزاف بزاف الحبايب ديالي ما نساونوش يدعموني معاكم وديروا لي المشاهده ودعموني معاكم ودخلوا للفيديوهات ديالي. الله يسهل عليكم الله يسهل امركم ان شاء الله الحبايب ديالي. نشارك معكم هادشي اقتصادي وكندير مجهود باش نشارك مع خوتي ونوريكم الطريقه وكندير مجهودي بزاف بزاف الله يسهل عليكم الله يسهل ما صعب راكم عارفين الظروف الله يسهل عليكم. ديروا لي ابوني وما نساونوش ودعموني الحبايب معاكم بزاف بزاف. ها الحامض اللي وريتكم في الفيديو اللي قبل هو تبارك الله تخلع الفلفله هي اللي وريتكم هي تبارك الله كيولات واخا بقى قلت لكم تاع 4 سنين ما تخسرش تبارك الله الحامض. شوفوا معايا المشاهدين هذا دابا جبتهم هذا السوبيره شوفوا المشاهدين كي ولا تبارك الله صلاه النبي ولا رائع. شوفوا الماء فين وصل هذا غير ماء الحامض راه ما دير قلت لكم حتى قطره ديال الماء شوفوا فين وصل تبارك الله وصل هنا الماء ديالو كيتقطر شويه بشويه واخا يبقى قلت لكم تاع 4 سنين هنا ما يخسرش المشاهدين ديالي العزاز الطريقه ديالو كي جات تبارك الله ولا ذهبي ولا صفار صلاه النبي تبارك الله اللهم بارك. هذه الفليفله هي شو كي دارت واخا بقى قلت لكم تاع 4 سنين مع هذا الحامض ما يخسرش. الشرموله ديال البقوله كطيب اصلا البقوله عندي طايبه كنطيب غير الشرموله غير ما طيشه والثومه والكمون وسمي صافي وزيت العود هادشي اللي كاين. وهذا المشاهدين ديالي دابا راه كطيب ملي عادي طيب عادي عادي نصايبها نوريها لخوتي كيف كتجي كتجي رائعه المشاهدين ديالي العزاز. ها هي المشاهدين ها الصوص ديالي طاب انا دابا كندير البقوله ديالي تقلى العطريه دابا تبارك الله الربيع موجود صلاة النبي برعوا لي راسكم في الربيع بقولة زوينة في البرد صلاة النبي اللهم بارك. هو الطريقة ديالي اللي شاركت مع خوتي وما عاديش ندموا عليها تبارك الله ناجحة 100% زوينة تبارك الله المعدة زوينة النصران زوينة القبض اللي عنده القبض صلاة النبي تبارك الله زوين البقوله في هذا البرد انا بعدا عزيزه عليا تبارك الله وكنشرملها مقاده على حقه وطريقه. شاهدوا معي المشاهدين درت فيها حتى الفول مفور مقطع عندي ها انتم المشاهدين تبارك الله صلاه النبي والحار مطحون والكمون كثير زيت العود والثومه صلاه النبي ما شاهدكمش يا المشاهدين ديالي العزاز الغاليين عليا. تبعوا معايا الطريقه ودعموني معكم الحبايب ديالي رانا محتاجه 1000 ابوني الله يسهل عليكم. هون عندي مقطع على جوج ها هو وعندي طريف ديال الحامض مسيار مقطع رقيق ها هو عندي فلفله حاره اللي بغى الحار ياكلوها كيف انتم يا المشاهدين شاهدوا معايا وديروا الربيع ديروا البقولات تبارك الله في هذا البرد ينفعكم الصحه ديالكم في الدات ديالكم تبارك الله راها مقويه وزوينه صلاه النبي عفوا زوينه الدات وكتقوي الدات تبارك الله وكتخوي المعده من الميكروبات. ديروها الحبايب ديالي وما تخلوش عليها خليها تقلى واحد 5 دقائق وعاد نحيدها ونقدمها مع خوتي ان شاء الله حتى الاخر. البقوله تبارك الله وجدت شوفوا جات رائعه ما فيها لا ما لا والو جات ناشفه لحقاش كنفورها و الا طيبتوها في البر ما ديرت مع الماء لا ما كتجيش زوينه كتجي خايبه كتجي ميه. هذه دابا راه غير بوحدها في الكسكاس مع الفول كما قلت لكم انا فورتها انا قليتها في العطر هي الطريقه تبارك الله زوينه فاعله تاركه وما عاد ندموش عليها الحمد لله زوينه لذات كامل كما قلت لكم رائعه رائعه يا البنات. وهادشي اللي كاين اخواتاتي العزاز هو هذا وشكرا بزاف.